Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, nous avons une nouvelle activité, communication et acte de langage. Donc, c'est l'évaluation. Alors, nous avons une chauffe, nous avons une évaluation. On a deux situations. On a deux jours d'ailleurs. من خلال الصور حنا غادي نبداو نحكيو ونهضروا على شنو كنشوفو. الوغ نقراو لا بروميير سيتوياسيون. شنو قالك؟ بوندون لي فاكونس، يعني في خلال العطله باسي، يعني العطله اللي فاتت، tu as visité une ville، انت مشيتي زرتي شي مدينه ولا ان فيلاج، اي tu as assisté، في داك اللحظه انت حضرتي، يعني بالصدفه حضرتي لواحد ليفينمون illustrant، يعني حضرتي لواحد الحدث اللي هو شنو ديالاش لا كوبيراسيون اي لا سوليداريتي، يعني لقيتي واحد الحدث ديال تضامن، يعني شي حاجه كيديروها الناس في داك المدينه. راكونت ا تي كاماراد، حكي الاصدقاء ديالك هاد ليفينمون، هذا سات ايفينمون. الوغ هنا شنو كنشوفو في الصوره؟ عندنا هاد لي، عندنا واحد لو كارتيي ياك، عندنا هنا هاد لي بلونت هادو، ولكن عندنا بزاف ديال لي زوردور، عندنا لي ديشي هنايا، وهنا عندنا لي جون. بالنسبه لي جون، يعني الناس ديال هاد لو كارتي هذا، شنو كيبانوا لينا؟ انهم مشاركين في هاد ليفينمون هذا، من لي بلو بوتي او بلو غون، يعني من الصغير حتى الكبير، كلهم شادين دي بالي، كلهم شادين عندهم لي بلاستيك، دايرين دي غون، كيجمعوا وكينظفوا. اذا هذا الشيء انا خصني نحكيه ونعاودو داكوغ. من بعد عاوتاني نشوفوا السيتياسيون الثانيه شنو طلبوا منا. الوغ انا كتبت لكم النموذج هنا، مازال كاتبه هنا ومازال كاينه الكماله هنا، وكاتبه لكم الكماله هنا. من بعد نقاد لكم ورقه كامله باش تسكرينيوها باش تبان لكم. الوغ نقراو وعاد نشوفوا الكماله. لاتي بريسيدون، الصيف اللي فات، جي روندو فيزيت ا مون اونكل ا كانيتخ، يعني مشيت زرت لونكل ديالي في كانيتخ. ا لاريفي، عند الوصول، جو تروفي تو لي فوازان دو كارتي، لقيت كاع الجيران ديال الكارتي سو سون ريوني، مجموعين بور ديسكوتي، باش يناقشوا دو ليتا ديغرادي، يعني باش يناقشوا داك الحاله ديغرادي، يعني واحد الحاله اللي حاله، نيت كنقول واحد الكارتي ولا حالته حاله، يعني دو لوغ كارتي، ما بقاتش داك الكارتي ديالهم زوين، صافي الحاله ديالو غدا وكتنقص ولا مسخ. اذا لقيتهم كيناقشوا داك الشيء. لي بروبوزيسيون دونتريد، الناس مجموعين وكيعطيو واحد لي بروبوزيسيون، بداو كيعطيو دي بروبوزيسيون، يعني كيتعاونوا بعضياتهم، والاخر كيقول لها اقتراح شنو نديرو، يعني كيقترحوا على بعضياتهم كيفاش يقادو لو كارتي ديالهم. الوغ هنايا لي بروبوزيسيون دونتريد ديال التعاون فلوريسي، صافي يعني كلشي بدا كيعطيني بحال اللي ازهرت هذاك الافكار لي بروبوزيسيون. اونسويت ايلزون باسي ا لاكسيون، صافي ودازوني شال العمل. جيتي فريمون اتوني، يعني كنت انا مبهوره، يعني مصدومه بداكشي اللي كنشوف. شاكا موني دو ساك بوبيل سبيسيو، يعني كل واحد شاد واحد الساك ديال بوبيل، يعني هادو اللي كيجمعوا فيهم هاد لي ساك هادو ديال البلاستيك، سبيسيو يعني خاص بور تو غاماسي، باش يجمع ليهم داكشي كامل. نشوفو الكماله. الوغ تو الموند بارتيسيبي، كلشي شارك، دي بلو بتي او بلو غون، يعني من الصغير حتى الكبير هنايا، يعني كلشي شارك. سيغتان بالايي لي غو، يعني البعض من هادوك الناس ديال الكارتي بداو كيشطبو بالايي لي غو، الازقة داك الدرب هذا والدرب والدرب. غاماسي لي ديشي، وكيجمعو الازبال اي لي زوردور. دوطخ والاخرين سوكيبي دي بلونت، مهتمين بالنباتات، كيقادو هادي، نقدرو نقولو حتى كيرسمو، كيديرو ديكوغاسيون، المهم كتقدرو تزيدو اي حاجة بغيتو، يعني باش منطولش عليكم. الوغ لي فوازان اون ايتي heureux، كانوا فرحانين دو بارطاجي سيت مومون كونفيفيال، يعني كي بارطاجيو بعضياتهم هاد اللحظات هادي الجميله، اي دابورتي ان سوان، يعني خصوصا باش عطاو واحد الاهتمام بارتيكولي خاص الوغ كارتي، يعني الكارتي ديالو. الوغ دابا بالنسبه لهادي البروميير سيتياسيون اللي بغى يسكرينها نقاده لكم، ومن بعد ندوزو نقراو هادي، هادي اللي بغى يسكرينها كامله مقاده. فوالا هي كتبان واضحه. Donc d'abord nous voyons deuxième situation. Alors là, en te basant sur deux arguments. يعني انت غادي تكتب لينا واحد جوج ديال لي زارغومون. شنو هي ارغومون؟ يعني كتعطينا مثلا لو بوين دو في ديالك، يعني او موان تعطيني واحد جوج ديال لي زارغومون.
اكسبريم طون بوان دو في، كتعبر على لو بوان دو في ديالك. يعني انت لك تعتذر لي على واحد الموضوع، خصك تقنعني، تعطيني وجهة النظر ديالك، ولكن تعطيني بالحجة، ها الدليل، ها هي، تعطيني واحد لارغيمون عليها، انا مع هذه الفكرة هذه، ها علاش وعلاش وعلاش. يعني انت كتدافع على الرأي ديالك باش بلي زارغيمون سور لي ميزور سانيتير. غنعطيو هاد لي زارغيمون علاش، على هاد التدابير الصحية، ميزور سانيتير اللي كانوا كيداروا في كورونا، يعني في كوفيد 19 كانوا كيداروا واحد التدابير، غنهضروا عليهم، يعني هما شنو خصنا نديرو، ريكوموندي اللي كانوا كيعطيوهم لينا بوغ سو بروتيجي، باش نحميو راسنا كونتر لا كوفيد 19. الوغ هنا في ليماج شنو ممكن نقولو باش نحميو راسنا؟ هنايا كانت هاد التباعد، كان عندنا بورتي نديرو هاد البافيت، يعني هاد الماسك، فوالا هنايا خصنا نهضرو نعبرو. اذا نعطيكم نموذج، وهذا كيبقى غير نموذج، ممكن تزيد بزاف المعلومات الى عندك، ممكن تكتب باش ما نطولوش. pour se protéger contre la covid 19، يعني باش تحمي راسك ضد لا كوفيد 19، on peut prendre des précautions، يعني نقدروا ناخذوا واحد الاحتياطات، بريكوسيون اوردينير اللي هما العاديين اللي خصهم يكونوا، على الاقل هادو خصنا من الواجب ديالنا نديروا واحد لي بريكوسيون، كوم لو في دو سو لافي، مثلا بحال اننا سو لافي نغسلو فريكامون، يعني بشكل يومي ريغولييغ، يعني لي ما باش نغسلو فريكامون، كل مره كتغسل يديك هكا باش كتحمي راسك. دو نو با سالوي، ما نسلموش على بعضياتنا ونتقاربو غير فهاديك الظروف هكا، باش ما تكونش هداك لا كونتاميناسيون، باش ما تكونش العدوى. غاردي توجور ان ايكار، وخصوصا غاردي يعني كتبقى محافظ على واحد المسافه، ان ايكار بارابور او جون، هذيك مسافه الامان، يعني انت خصك تبقى محافظ على واحد ليكار، يعني بعيد بعيد على الناس بارابور او جون. بورتي ان ماسك، ونديرو لي ماسك كيف ما كتشوفوا هنا عندنا في الصوره، ممكن نتوما تزيدوا تعبروا، حنا انا قلت لكم بالطريقه، نتوما ممكن تزيدوا مثلا هنا شنو الواجب ديال الناس الكبار، شنو خصهم يديروا، اللي صغار شنو، فوقاش تخرجوا، كاينين بزاف ديال الاجراءات، خصوصا كانوا كاينين، يعني كنا كنقراوهم وكانوا كيجيو كيشو عندكم اساتذه وكيشرحوهم ليكم، وخصوصا في النشاط العلمي كانوا كيوريكم شنو خصكم ديروا وشنو خصكم ديروا في السيونس، التلاميذ الكبار، يعني كانت عندنا واحد الافكار، مجموعه ديال الافكار، ممكن كل واحد يزيد اضافات. نكملوا، بورتي ان ماسك et surtout éviter les espaces clos، وخصوصا نجنبوا لي زيسباس، يعني هذوك الاماكن المغلقه، يعني المكان اللي ما يدخلش منه الهواء نجنبوا باش هكا ما نتعداوش. alors يعني pour l'éviter، يعني باش نتجنبوا هاد كوفيد. donc il faut respecter les mesures sanitaires، اذا من الواجب علينا نحترموا هاد التدابير الطبيه، هي التدابير اللي كيديروها صحيه. دونك هي لي بغا يسكرينيها، هي واضحة كاملة.